جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل الإنسان إذا اكتفى بورد معين كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة في اليوم، هل له ذلك أم توجهونه إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الورد المعين في الصباح والمساء يرجع فيه إلى المراجع الصحيحة من كتب الحديث وكتب الأذكار، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، ومثل كتاب الوابل الصيب من الكلمة الطيب للإمام ابن القيم، ومثل كتاب الكلمة الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية. فيؤخذ من هذه الكتب الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، والأذكار التي تقال في الأوقات المعينة شرعا، والأحوال المعينة كلها مفصلة في هذه الكتب. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة وفيها فضل عظيم، ولكن تحديدها ب100 مرة أو بأقل أو بأكثر هذا يحتاج إلى دليل. الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة عليه بدون أن يحدد هذا بعدد. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فهذا خير كثير. نعم.